بصرة الفيحاء نحييكم بفلوق جديد، وفي بصرة الخير وكأس الخليج نرحب. وصلنا الكورنيش، كورنيش شط العرب، طبعا كلش ازدحام، وهسه راح اشوفكم الاجواء. اللي يميز الكورنيش انه جدا ما شاء الله كبير يعني. يلا تعالوا نصعد ونجرب الاجواء، تعالوا يلا. صح بارده بس تستاهل انك تجربها. دولة والحب من الكون، مرحبا وحده مليار، وبصرتنا بصرتكم تكون، ولو ما شالتكم القاع نشيلكم وسط العيون. عين غطى وعين فراش، عاش 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 العراق. تجربة كلش حلوة واستمتعت صراحة، إن شاء الله عيدها في الأيام الجاية. نشوف عمانيين ونسألهم عن أجواء البصرة، تعالوا. حبيبي كيف رأيت البصرة بشكل عام والعراق؟ البصرة حلوة بأهلها وبشعبها، أهل كرم وأهل ضيف، ما شاء الله عليهم. زين كيف رأيتوا بشكل عام الشعب العراقي تعامله مع الشعب العراقي؟ كثير كثير محترم. وكثير اول زياره لكم، اول زياره لنا، وان شاء الله ما تكون الاخيره ان شاء الله. هذه الدوره توقعاتكم الباكر؟ توقعاتنا لا ما توقعاتي، هاي النتيجه، هذه النتيجه اكيد. لا اكو توقع واكو انه تحب كيف. لا ما تحب، انا ما اتوقع، انا اقول لك النتيجه الاكيد عمانية. يعني 2-0 للعراق، 2-0 للعراق، والكاس ما راح يطلع من البصره ان شاء الله. ان شاء الله، وان شاء الله احنا اخوان سواء الكاس لكم. بارك الله فيك، هذا من طيب اصلكم، هذا الكلام الطيب ما يقول ان الناس طيبين. كل الهلا فيكم، امثالكم بارك الله فيك، شرفتونا وما تفرق ان شاء الله. الله يسلمك، مثل ما فرحنا معاكم اول نفرح معاكم بكره ان شاء الله. اكيد شرفتونا، يا اهلا وسهلا فيكم وجزاكم الله الخير. صباح الخير، قعدنا من الصبح الساعه 7 الا ربع رايحين الملعب، تعالوا ويانا. يعني. سو بردت لك؟ لا. الاسواق لان راح نقعد هواي هواي، كلش هواي، بالملعب تقريبا 13 ساعة احنا راح نقعد بالملعب. السلام عليكم. نصعد بالسيارة طبعا، لو لحق لو ما لحق، الشارع فارغ والجو كلش باردة. شوفون هذاك الملعب وهاي الزحف مال الجماهير، حاليا الساعة 7، يعني أجواء عالمية عالمية. شوف هذاك الملعب، شوف هذاك الملعب، وإحنا حاليا متجهين الساعة 7 الصبح والزحام كلش ما شاء الله. طبعا للعلم هسه الساعة 7 الصبح، اللعبة الساعة 7 بالليل، بس مثل ما تشوفون حب الجماهير وعشقها للمنتخب حلا متجه من وقت. طبعا بعد ما الطيانة، شوف الطيانة منا وبعد معاناة، الحمد لله والشكر، شارع تبليط بدون طيانة. وهذا الملعب تاريخية متج بيها كلش ازدحام، وهاي حاليا دعا كل الناس تريق بيها التوبة بعد اذا اجي نهائي.
توب والله اخر مره اجي نهائي اخر مره خاصه بالعراق. حاليا ما اقدر اسوي نهاريت يا جماعه الخير. مو هيك ابد مو هيك. طلعت من الازدحام وقلت اتمشى شويه لان كلش تعبت. دا تسمعون الجمهور العراقي جمهور عاشق لكرة القدم لكن مو بهالطريقة أبد. ما أقصد الجمهور بس أقصد التنظيم. تنظيم صفر. تعبت. هاي مثل ما تشوفون هاي الناس شلون تعبر من الناس. يا رب يعديها على خير إن شاء الله.